خلاص انا سجلت كل اللي قلتي لي اياه وعندي نسخه من التقارير الطبيه. انت روحي الحين البيت ترتاحي واحنا بنتفاهم معاه، يعني بنحاول نحل القضيه بشكل ودي قبل ان نوصلها المحاكم. هذا ما يتفاهم، هذا ما يعرف الا انه يضارب ويضرب. ما علي حبيبتي، هذا رقم المكتب، تفضلي اذا عندك اي شيء تقولينا لي او تضيفينه اتصلي عليه. ان شاء الله استاذه. انا اسمي مريم عبد الله. مشكوره استاذه مريم، ما قصرتي. حياك، مع السلامه. حياك، مع السلامه. يا مرحبا بك. مع السلامه. السلام عليكم عمي. عليكم السلام، هلا عبد الرحمن، ايش حالك ابوي؟ الحمد لله يا عمي، الاستشاريين مال الحكومه مستانسين وايد. زين، الحمد لله. الحين يا عمي باجي ان نحن نستلم عنهم رساله رسميه مرفقه بالتقرير اليوم عن التجربه اللي سويناها علشان نبتدي بتنفيذ المشروع كله. زين، الله يعطيك العافيه. ابوي هذا المشروع مشروعك، ومن اليوم انت مسؤول عنه. مسؤول عن شو؟ تعالي يا سهيل، وبارك حق ولد عمك عبد الرحمن. نحن حصلنا موافقة على مشروع خط الأنابيب. والفضل من عقب الله سبحانه وتعالى لولد عمك عبد الرحمن. إيه مبروك مبروك، تستاهل. الله يبارك فيك يا سهيل، مشكور متقصر. عمي من رخصتك أنا بروح الحين. سلامتك، إذا ما شربت شيء. خليها مرة ثانية يا عمي، تعبان وأصلا عندي شغل وايد. يلا من رخصتك. يلا حياك يا سهيل. حياك. بلاك خير؟ شنك الا مو مستانس؟ ايش قال مستانس ابوي؟ شركتكم حققها نجاح، ما تباني استانس؟ النجاح هذا يا سهيل نجاح للجميع، والشركه شركتنا كلها. ابغيك شريك وياي، سامع؟ سامع يا ابوي، بس انا ما عندي فلوس. انا مو محتاج فلوسك، الفلوس الحمد لله موجوده. انا ابغي اخلاصك في العمل وجدك واجتهادك، وخلي الباتشي علي أنا. إن شاء الله بحاول يا أبوي. سلطان، سلطان يا سلطان، ليش تأخرت؟ وين صرت؟ خليتني ناقع في القهوة. رحت أودي عينات للفحص في المختبر. شو عيناته؟ عشوكم تتصرف بروحك؟ عينات من زيت الطبخ من مطعم صاحبك. اي صاحب؟ صاحبك اللي تاخذ سندويتشات على الصبح من عندك اليوم. وليش تتصرف بروحك؟ ليش ما قلت لي؟ يا اخي انا المسؤول عنك، والمفروض تقول لي قبل ما تسوي اي شيء. انا اللي اكتب عنك التقرير وانا اللي بيسالوني عنك. الله يهديك، بس الله يهديك. يوك هذا بعد متى يابا؟ برد اكيد. بارد. تعال صدق يا وناس يسألون عنك. منو هذول الناس اللي يسألون عني؟ ريال وحرمته، واحد اسمه حميد اكيد تعرفه. وانت كيف عرفت اسمه؟ اقول لك يا القهوه سأل عنك. يعني يسأل القهوه؟ صدق انه ما يستحي. تعال شو يبون منك؟ اكيد يطالبونك بيزات. انا ما حد يطالبني بشيء. قول يا سيف، لو الموضوع فيه شيء ممكن اقدر اساعدك. موضوع عائلي. شو سالفتكم انتم؟ حتى هو قال لي نفس الكلام، موضوع عائلي. بعدين تعال، كيف عائلي ويا يسال عنك هنا بالقهوه؟ ما يذل بيتكم مثلا؟ ممكن توصلني البيت من فضلك؟ زين قلت من فضلك، لانه مو بشغلتي اوصلك. خلاص استريح، انا بروح بروحي. تعال يا ريال، تعال اسولف وياك. قم قم خلني اوصلك، بس ها لا تعيدها مره ثانيه. تفضل. يا الله. يلا ميثا طفي وياي البيت عشان تتغدين، ترى امي قاعده تحن فوق راسي وتقول لي هاتي ميثا البيت. والله ودي اي، بس شو اسوي؟ استحي من امك. لا تستحي ولا شيء، امي اتصلت فيني تليفون وقالت لي اذا ما بتردين وياك ميتة لا تجين البيت، انا اللي شو اسوي الحين. خلاص ان شاء الله، انا بستاذن من سيف واذا وافق بكره بيبيتكم. ان شاء الله حبيبتي. إن شاء الله. يلا مع السلامه.
هذا سيف. ها سيف، عندك مانع ان ميتة تي باكر تتغدى عنا؟ طبعا لا. سيف، انت ليش تتهرب مني؟ ليش تظن ان شغلك في البلدية بيأثر فيني او بيهز صورة قدامي؟ بصراحة ما اعرف شو اقول لك يا مريم، بس انا اعرف شو بقول لك. انا بوقف قدام هالعالم كله عشانك، بس ما باك تستحي من ظروفك. ترى ظروفك هي اللي اجبرتك انك تشتغل قبل لا تتخرج. بس يا مريم، انت ما لك ذنب في هالموضوع كله، وبعدين انا مش مستعد اخليك في مشاكل بينك وبين اهلك بسبتي انا. بس انا برجع بقول لك اياها مره ثانيه، انا بوقف قدام هالعالم كله عشانك، تفهم ولا ما تفهم؟ تحداني يا حميد؟ ما علي، أنا براويك وبعلمك إن الحق. حمد، تلفونك يرن. حمد، حمد قوم، تلفونك يرن، يلا قوم رد. ايوه يا حمد مصبح. ايش فيك خرعتني بطت قلبي. حرقوا البيت، الله يحرق قلبهم، حرقوا البيت، حرقوا. وينك يا حميد؟ حرقوا الله يحرق قلبهم. ما في شيء، ما في شيء، حرقوا لا برك تنبيهم، حرقوا. صباح الخير. صباح النور. اي سرى راح بيت مريم اليوم اتغدى عندها، صار لها فتره كل يوم تحن علي، وانا بصراحه كل مره اطلع لهذا. ما عليه، عادي، توكل على الله. زين عيل، بروح لها بعد الجامعه. والعيوز؟ حق ايفلين سوي لها الاكل اللي تبى. ايه وانا من البيت بخلي، ترى ما حط طبخين فينا. انا بجيب لك غدا. تبغاني اجري اكل مالتي من الشغل؟ خلاص مروا وخذوا الغداء. احسب حسابك وياك؟ زين هذا اللي بدك، بس لا تتاخر ولا ابغاك العب. كيف؟ وهذا ريوق العيوز. ها منو بيمر عليكم؟ خلود قاعد يتفرج. زين لا تاخرين انت، راح تشوفوك العيوز وانا بوصل العيوز. اوكي يلا مع السلامه. يلا حبيبتي. صحة
صح يا عمو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عليك. شو بلا تسوي؟ أبوي حمنا فاضية من البارحة وأنا مرة ما شيء ما هولت. قومي قومي بوديك المستشفى. يا أبوي ويني وين المستشفى؟ مارو ما مشي ريلي متعقلة ضاربني عقاب بقر مارو موقف. ويقول حق البشكارة سوي لي زنجبيل ولا زعتر. يلا قومي سوي زنجبيل. اوكي يلا يا ولدي. قومي هذا ريوق جايبنا وياك. براي ابوي خلي منك انت ابوي لا تهتم. قوم زير شغلك انا ان شاء الله بتعافى وبخير ان شاء الله. يلا ابوي يلا قوم قوم لا تتحير على شغلك. بسم الله عليك. بسم الله عليك. الله يحفظك يا ابو. شوف ان شاء الله. الله يحفظك. يلا أحمد هو اللي بوصلنا المدرسة. إيه خلاص قاعد كمل ريوقك وبعدين. ها أحمد شو اللي احترق؟ آخ يا ربيع ما يبغون يخلونا في حالنا من يوم ما خذيتك في ناس مقهورين. من هم اللي ما يبونك؟ أنت ما صرت تتهم الناس وأنت مو شايف بعينك؟ ما يحتاج أشوف. أنا عارف منو اللي سواها. عارف غريمي منو؟ خلاص دامت عارف روح الشرطة واشتك عليه. ليش ساكت؟ كيف أثبت؟ ما عندي أي دليل. ما عندي أي دليل. يعني كلامي صح؟ قلت لك لا تتهم حد وانت مو شايف بعينك. ترى بقول لك أهل الفريج كلهم عيال عم واللي صاير ما يصير يوقفون معاك. أكيد بيوقفون ضدك. القهر إني عارفه وانت بعد تعرفينه زين، بس المشكلة ما عندي أي دليل أقدمه للشرطة. وإذا الشرطة ما لقوا أي دليل لا يطلع منها. أدريبه وعارفه زين، يعني ليه البيت وهددني وقال لي لا تأخذ ضبية. لكن ما عليه أنا براوي. الخسارة خسارة الروح، واللي راح راح وإن شاء الله ربك بعوضك. كيف اللي راح راح والمنجرة وبيتي اللي كان بينحرق وفلوسي؟ مبارك ولده بيتمون وراي وراي لين ما طلقت. يلا صباح خير. شو طار الطلاق؟ سامحين حبيبي بس شو اسوي؟ ذبحوني قهروني. ما بصر لي هالمدرسه مبققين بطلين عيونهم ما يدروش السالفه ودهم. احنا نعرف شو السالفه، بيت بابا حميد احترق. حتى انا عارفه كله من عيسو. زين بابا خلصوا ريوقكم وانا بصير ببدل بوديكم. يا ودي يتصلون فيني؟ أول مرة يتصلون فيني بمكتب محاماة. شو تبون؟ قولوا لي فهموني شو الموضوع. ما حد يبغي يتكلم، ما حد يبغي يقول. لا تعال نبغيك ضروري. كأني اللي اشتغل عندهم. قد سمعت انت هاي السالفة قبل؟ شفيك ساكت كأنك صنم حتى ما سألتني شفيك؟ ما تعرف الطيب خاطري انت؟ شفيك اليوم؟ أنا ما أحب أتدخل في شغل غيري. ومنو قال لك تتدخل؟ أنا أبغيك تسأل، أبغيك توقف وياي، يمكن عندي مشكلة وياهم. تبغى تقول قول، كيفك؟ كيفي؟ إذا على كيفي مو مقايل. بعد كيفك. وين بتسيرون مني؟ والله أراويك يا عيسو أراويك. سيف. هلا مريم. تسوي؟ أنا جاي أتريا. جاي تشوفه؟
زين اني شفتك، بس انا جاي اتريا زميلي اللي في الشغل، جاي مكتب المحاماه اعتقد في هذه البنايه. فهمت، تقصد سلطان؟ هي نعم، سلطان حسن. هذا زميلك؟ ترى انا اللي زقرته. انت اللي زقرتي؟ هي، وبسير له عشان ما يطلع. على فكره ما تبى تتغدى عندنا اليوم. ان شاء الله، الله يحفظك. شو تسوي؟ اعتقد اني واقف في مكان عام. لا، انت مو بواقف في مكان عام، انت واقف وتتريى اختي، بس لانك مو بريال ما بتقول. عيب عليك الرمسه، نحن واقفين في الشارع. من تحسب عمرك انت؟ لا تسوي لي فيها كلاس، ترى كله رابي في الشارع. احترم نفسك احسن لك، ولا قسم بالله مسحت ويك في الشارع، سمعتني؟ انت اصلا شو تبغى في اختي؟ ممكن تفهمني ليش تلحقها؟ انا ما اروغها ولا لاحقها. لكني عرفتك، عرفتك عدل، وشو شو بسوي فيك؟ ايش حالك يا سلطان؟ الحمد لله بخير. شفتش من الدريشة تكلمين ربيعي سيف؟ ما شاء الله، سيف ربيعك؟ سيف عز ربيعي، تعرفينه؟ هي سيف طالب يدرس معانا في الجامعة وأعرفه من زمان. ما شاء الله، الدنيا صغيرة. طيب اسمعني يا سلطان، عشان ما أضيع لك وقتك، ترى حرمتك مو زيتنا المكتب. مو زيت هني؟ شو تبغي؟ أكيد هي تشتكي علي. لا، موزة ما اشتكت عليك، وإحنا بعد ما نبغى نوصل قضية للمحكمة. لا، وصلوها للمحكمة، أنا أبغيها توصل للمحكمة حتى أقدر أخذ حقي. بس إحنا نبغى نحل الموضوع بينكم، المحاكم تاخذ وقت. لا، أنا أبغي القضية توصل للمحكمة. شوف يا سلطان، أنا عندي 3 تقارير طبية تثبت الضرر الجسدي اللي سببته حق حرمتك. ضرر؟ أي ضرر؟ أنا مو فاهم شيء. تبغى تفهمني أنك أنت ما كنت تضرب حرمتك؟ أضربها؟ أنا زوجها وأدبها، ما أضربها. هي تبغى منك الطلاق وهذا حقها. وحقي؟ المهر ومخاسير العرس تروح علي ببلاش؟ أنا ما عندي وقت أضيع معك. وأنا بعد ما عندي وقت لك. عيل عندك أسبوع، فكر عدل، وإذا ما رضيت بالطلاق ترى القضية بتوصل المحكمة. رفعيها من اليوم. قالت لك ان اشوفه لان عنده قضيه. كذابه، لا واكبر كذابه. لقيته واقف تحت عند مكتب المحاماه اللي تشتغل فيه. واقف شو يسوي؟ شو يسوي يا ابويا؟ يتشافون يتلاقون. جليل تلحيه، تبغى تتزوج مفتش بلديه؟ تخسي، تباني تدفنها ويحير. ما ابغيك تدفنها ولا تسوي مشاكل، ابغيك تفكنا منه وبس. شر، حاضر يا أبوي. لكن الموضوع الثاني. هاي موضوع ثاني بعد. اللي ماخذ قلوبكم كلكم. ماخذ قلوبنا كلها. شو السالفة يا سهيل؟ بلا قمت تعك خيط وخيط. ولد عمي عبد الرحمن. بلا بعد عبد الرحمن. تبغى بعد تسود وجهك قدامي؟ أدريبك ما داني. لازم وداني. عقرب رمل ويلعب على الحبلين. اسمعني يا سهيل، ترى ما عندي وقت، قل لي شو السالفه وخلصني. ليش ابوي ما خبروك ان هو ابوه خذ وكاله الانابيب الصينيه؟ شو؟ اشوفك ساكت،
حتى ما سألتني شي يبون فيك في مكتب المحاماة. قلت لك ما أحب أتدخل في شغل غيري. لا تحب وتعرف وتدري، بس مسوي عمرك وايد طيب. أعرف شو يا سلطان؟ إن رفيجتك المحامية تبغي تطلقني من زوجتي. طلق من زوجتك؟ ليش أنت متزوج؟ إيه متزوج، كنت متزوج. وتبي تتجدم لأختي وتخطبها وأنت متزوج ولا تقول لي بعد؟ هذا أنت دريت، ما في شيء ينخش في هالبلاد. أوف. قول إن الكلام اللي سمعته إشاعة. قول إنها إشاعة يا ناصر. أي كلام أي كلام يا عبد الله، بارك الله فيك. إنكم خدتوا وكالة توريد الأنابيب اللي نستخدمها في المشروع. ها الأنابيب؟ لا يا أخوي، ترى المشروع هذا قيد الدراسة، بعده ما صار شيء. بس اللي عارف إن الدراسة انتهت وإنكم في المرحلة الأخيرة في المفاوضات مع المصنع اللي في الصين عشان تكونون الموزعين الوحيدين في البلاد. صحيح صحيح كلامك يا أخوي، بس إحنا ما وقعنا أي عقود وياهم ولا اتفقنا على شيء. إحنا كل اللي وقعناه مذكرة تفاهم فقط. وأنا وين كنت يا ناصر؟ وين كنت غافل عنكم علشان تتجاهلوني أنت وولدك؟ محشوم محشوم يا أخوي، ولك الكرامة. الموضوع كل اللي فيه أن الماركة هذه دخلت البلاد بمعرفة عبد الرحمن، وعبد الرحمن تعرفه يعني ما شاء الله عليها بريح، يعني خلص الأمور والإجراءات كلها هو اللي سواها يعني. بس اسمعني يا ناصر، الوكالة هذه لنا جميعا يعني باسم الشركة الأم، وغير كذا ما راح يصير. انت جبلات ساكته، ترى انا مريم مو بحد ثاني. عارف بس شو اسوي، خايفه ومتوتره. عيا لو دشيتي البيت شو بتقولين؟ الله يستر. صدق الله يستر، لان مو عارفه شو اسوي. لا تحاتين حبيبتي، انا وحمده بنكون حواليك ان شاء الله. نعاد تعرفين شيء؟ انا ما ادري امي على شو تحبك. بنيه ساكته وتستحي وتخاف، على شو بتحبها يعني؟ حرام عليك. أخاف قاعدة تسوين هالفيلم علينا والحركات عشان بس ما تيم بيت، نعترفي. بالعكس، أصلا أنا ودي أقعد مع عمك وأشوفها، بس ما أعرف شو فيني جيم، خايفة ومتوترة ومستحية بعد. عيل وأدري عنك هالمستحى، هذا اللي ما منه فايدة. إن شاء الله أحاول، بس ما وعدش. عيل تقول مالك علاقة فيها؟ يعني مو باللي تتصل فيك كل يوم؟ لا ما تتصل، أنا شفتها بالصدفة وسلمت عليها. هي بس هي قالت إنها تعرفك من زمان، كنت وياها في الجامعة. صحيح. يعني ما تمون عليها؟ لا ما مون عليها، ما قد سويت لها شيء عشان أمون عليها. زين عيال إحنا قاعدين. وليش نقعد؟ دوامنا وخلصنا. اليوم بنشتغل وقت إضافي، أوفر تايم. وليش نشتغل أوفر تايم؟ الشغل اللي مطلوب منا كله خلصنا. ما تبي فلوس؟ لا ما بي، هذه فلوس حرام. يلس 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 مكانك يلس. هلا حسن. ليه الحين ما جيت؟ أبيب الغداء. ما علي، أنا تأخرت في الشغل شوي وبيك. زين يلا بسرعة تعال. اوكي اوكي. سلطان تبي تشتغل اوفر تايم؟ وصل البيت واشتغل على راحتك. تبي تروح؟ روح، ما حد يودك. وكيف اروح؟ بوقف لي ساعتين لين احصل تاكسي. روح لفت وقف هناك على الشارع واشر بيوقفوا لك. انت شو تبغي بالضبط؟ الحين تمام. كذي نقدر نتفاهم. تفضل آمر. طلب بسيط، تكلم رفيجتك المحامية وتطلب منها إنها ما تقبل قضية زوجتي. بس شفت زين، فلنفرض إني كلمتها وما قبلت. لا بتقبل،
لأن أنت عندها شيء وشويات. اتفقنا؟ اتفقنا؟ اتفقنا. عيالي يلا قوم خلنا وصلك. يلا تفضلي حياتك. سلام عليكم. مرحبا حبيبتي. هلا امي ايش حالك؟ الله يسلمك. ايش حال اخوالك؟ الله يخليك. هلا الغالية. هذه خالتي عايشة حرمة عمي. ونعم فيك. هذه امي ها. وهذه حمدة اذا تعرفينها. شلونك حمدة؟ ايش اخبارك؟ الحمد لله. ايش اخبار البيبي؟ زين. زين زين ما في شيء بخير. الا انت وينك؟ ليش مقاطعت لنا ماتينا يا امي؟ والله شو اسوي يا خالتي؟ الدراسة ماخذة وقتي كله. حبيبتي الله يعطيك العافية. يلا تفضلوا بنات حياكم. يلا سيروا مويا داخل. سيروا حين عليكم. شفتي هذه بنت راشد؟ شفتها ودها. اي والله يا عاشي مثل البنات لكن حالتها حالة تعور القلب. واللي يصير وياهم ترى مو عدل. تعالي 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 حسوا بينا بس. والله يا ابوي اشوف انك تتجاهل الموضوع وايد احسن. اتجاهل الموضوع؟ شو الكلام يا عبد الرحمن؟ انت لو شايف عمك البارحة شو حالته؟ قام يرتجف عينه بغى تطلع بغى يطيح قدامي. والله يا ابوي انت اكثر واحد لازم تكون حافظ عمي. يا ابوي ما يصير ان احنا نعطيه الشغل مالنا. بعدهم لازم يعرف ان في حدود ولازم يوقف عندها. عبد الله اخوي العود وانا ما ابغى ازعله بصراحه. بعدين الحال واحد انا ولا هو نفس الشيء. لا تحاتي يا ابوي. عمي عبد الله ما راح يزعل لان الحين هو عرف زين ان بدوننا ما يسوى ولا شيء. ايش تقول يا عبد الرحمن؟ تبغى ندخل في منافسه ويا عمك؟ لا يا ابوي نحن ما بننافس عمي، هو اللي بيمشي ويانا. انت ما تقول انت على شو ناوي؟ شو اللي تحت راسك؟ عبد الرحمن ترى هذا عمك. عفا عليك يا ابوي. انا تربيتك وعمي على عيني وعلى راسي. بس انا اكتشفت ان السوق يبغى يجتهد فيه ويتعب. وعمي يشتغل باسمه وبس، لا افكار ولا تطوير. وانا الصراحه يا ابوي ما مستعد اني اتنازل عن اي جهد اقوم فيه حق عمي. تاكلين امي؟ خلطي الصحن متروس. لا فديتك هادي. مشكى ورا ما تكلي. كلي بالعافيه عليك. والله قام حظك يا ميثا. امي ما حيدك شي دلعتيني قبل؟ لا والله. ها مريم بدينا نغار؟ والله يا خالتي محبه امي حق ميثا عجيبه الصراحه. والله ما حق قال ايش تبيني هني. خلاص توبه توبه ما بعيدها. ما عليك منها انا بجيب. الله يوفقكم ان شاء الله. أكلوا عليكم العافية. أقول لا تنسى اللي اتفقنا عليه. حسن حسن يا حسن حسن شفتي حالته ايش قايل؟ الله يكون في عونه هي واخوانه. برغم ان عندهم عمومه وعندهم خير لكن الله يسامحهم. ناصر يبغى يساعدهم بس الله يهدي عبد الله مو براضي. ومنو قالك اني انا بسكت يا عايشه؟ صدقيني انا مو بساكته واللي يصير يصير. الله يقدرك على فعله الخير. يلا ميسا يا رجاسه. ان شاء الله. يلا حبيبتي. اكرمك الله على الغداء الزين. بالعافيه بالعافيه. يلا الله الله يحفظكم. مالا منو اللي جايتنكم اليوم؟ هذه وحدة من صديقات مريم. ما لها اسم يعني؟ وش عنا تسأل عن اسمها يعني؟ لازم تعرف؟ هذه ميثا بنت اخوك راشد. شو اللي جابها عندكم؟ ردي علي.
أنا مو بقايل لك ما أبغي هدش بيتي ولا هو عناد يعني. لا عناد ولا شياته. بعدين البنية شو فيها حليلة؟ بالعكس خلوقة ومؤدبة. لا وفوق كل هذا متعلمة. لا والله عيال كان خطبتيها حق ولدك بدل ما تجوزينه بنت عمه. وهذه بعد بنت عمه. كب ولا كلمة. وقال لك ما أبغي أسمع الحكي هذا مرة ثانية. أنت ما تفهمين؟ زين متى بترجع؟ ما أدري والله بس ما أحس إن ريلي سويت أوكي. تعال النادي وبيكشف عليك دكتور الفريق وهو اللي بيقرر. بيجي الأسبوع الجاي. زين فأقول لهم. تعال أنت ما كنت بتصير الحداق يا أبوك؟ هون أبوي يغير رأيه في دقيقة واحدة. زين شو رأيك ناخذ لنا طراد ونصير ناخذ لنا لفة ونرجع؟ ما صدقك. شو يعني؟ بصير ناخذ لنا لفة وبنصيد كم سمكة وبنرجع. تبغي أبوي يذبحني؟ تبلاك شي لا تصير خواف إلا هي ساعة واحدة. بس أنا بصير التمرين. خل عنك التمرين خل عنك. صدقني بتستانس يا حمود ساعة واحدة وبنرد. نص ساعة. أوكي أوكي نص ساعة. يلا امشي. وصلنا الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. صراحة أنا ما عارفة كيف أشكركم على العزيمة. أنا لا تشكريني أمي هي صاحبة الدعوة. مشكورة وما تقصرين هذا من طيب أصلكم. حبايبي أهم شيء لا تقطعينهم. إن شاء الله تراهم وايد حبوك. زين يلا تفضلي شربي شاي معانا. لا لا ما أقدر لازم أروح. بس أنت سلمي على سيفا. إن شاء الله يوصل. يلا مع السلامة. مع السلامة. الله يحفظك. شكرا سلمي عليهم. إن شاء الله. سيف شوفك جالس عند الباب. حسن محد وين راح؟ ما أعرف صلبي وأنا في الشغل تأخرت قال لي بيتغدى وخليته يتغدى. يعني تلحين ما تعرف حسن؟ الحين بتصل به. ما شل تلفونه وياه. ما شله؟ زين عيل أكيد ما راح مكان بعيد. تلاقي صار مع واحد من ربعه والحين بيرجع. أنت تغديت؟ ما لي خاطر. ما يصير شي ما كليت شي. أمش خندش داخل وكلك لقمة. يلا قوم. صرت أوصل أمي. ما شاء الله من سويتي سيارة قمت تدشين وتسيرين على كيفك. سيل شو بلا كاس تعقرمسة. وبعدين أنت مو بحاسة بعمرك. دور سبب؟ هي أنا دور سبب أتسبب. هي بس مو بزين لك. وبعدين تعالي بتخبرك منو هاللي رغتونا عشانها ليكون عازمين أميرة ويلز. روح أسأل أمك وأختك أنا ما يخصني. يعني أنت ما تعرفينها؟ أعرفها بس مو بنا اللي عازمتنها. دش يا سيف وقفتك عند الباب ترى مالها معنى. كله مني أنا اللي وعدته وتأخرت عليه. أنت ذابح نفسك هني وتلاقيه هو بالنادي. ما عندك رغم ربيعة محمد؟